اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. اليوم مشوارنا على البحرين، شو رايكم نروح ونتعرف على مطبخ التراثي التقليدي للبحرين، ان كان عندهم ثمار البحري او كان الهريس يلي معروفه وكلنا بنحبها وخاصه اهل الخليج. منروح مشوار على البحرين ونرجع نحضر هالاطباق سوا. تزال بعض الموروثات والعادات الرمضانية البحرينية تنتعش في شهر رمضان الفضيل، ومن أبرز العادات هي تبادل الأطباق التي تحمل المأكولات الشعبية المختلفة مثل الهريس والثريد. وسوف نقدم اليوم طبقاً مختلفاً من البحرين. مرحبا مشاهدينا، نحن رجعنا من البحرين. مثل ما شفتوا أكلات عديدة مميزة، خاصة طبق الهريس معروف مش بس بالبحرين، كمان بالدول الخليج. القمح مع اللحمة اللي منحضرها نوع من الطبق اللي فعلا طيبة وشهية. إذا حبيتوا فيكن تخففوا سمنة فيها، تحضروها مع قليل من زيت الزيتون أو بيرجع لقلكن لأنه الأكل ذوق. القمح كانت معروفة بالبحرين أنه من زمانات كانوا يدقوها بالإيد، بس أكيد مع الوقت اتطورت، صاروا كل واحد يحضرها على طريقته. هون طبق الهريس جاهزة قدامنا، وهلا رح باشر حتى احضر غير انواع من الاكلات الشهيه مميزه نفس الوقت مغذيه، ان كان من بروتين، ان كان من فيتامين، ان كان من حديد، او حتى انواع من الحبوب. هون عندي المي، حابه احضركم شوربه كثير طيبه، ككون البحرين موجود على الخليج. عندي المي حطيتها هيك عم تغلي، رح باشر حتى اضيف فيها النكهه الطيبه. عندي هون رب الطماطم، راح اخذ قليل بحطها بالمي، راح ضيف فوق منهم شويه اعشاب، ان كان من اكليل الجبل، ان كان من الحبق او الزعتر، راح احطهم هون حتى اطبخ فيها الحبات الصفد. راح اخذ حبه من الحامض، أعصرها على المزيج. كمان حابة أضيف فوق منهم شوية حبات الزبيب. هون عندي حبات الزبيب، إذا لاحظتوا اللون الأسود بيعطينا نكهة هيك شوية حلوة وطيبة مميزة. نفس الوقت الزبيب كتير مفيدة، إذا يوميا قدرنا ناكل هيك تقريبا ملعقة صغيرة من الفواكه مجففة زبيب أو حتى المكسرات بيكون كتير منيح، فينا ناخد من الصبح الغذاء الكامل. راح أخذ رشة من الملح أضيف هون على المزيج، وهلا أجا الوقت حتى ناخد الحبات المول ونحطهم ونسقطهم بالمي. من 4 لـ7 دقايق ماكسيموم حسب الحجم المول حيكون مطبوخ معنا، لانه نحن كنا حاطينه كمان على الثلج بارده على الاخر حتى الحراره تصير عادله، نفس الوقت حتى ينفتح معنا اذا لاحظنا هيك تقريبا صارت عم ينطبخ معنا. رح نتركه على نار على لحظات بضع دقائق قليله ونباشر نحن حتى نحضر ثاني طبق او ثاني الوجبه الاساسيه اللي كثير طيبه اليوم اللي رح نقدمها. رح اخذ الصينيه نحطها بهالشكل. عندي هون الخبز، خبز العادي يلي انا اكيد فتحتها وخبزتها قبل وقت، جهزتها حطيتها هون، رح اخذها حتى بالثانيه. بس قبل ما حط دغري الخبز بالثانيه رح ضيف شويه زيت، زيت الزيتون حتى ما تلزق معنا، داير مندار هيك بنحط الزيت. رح ارجع اضيف فوق منهم الخبز بهالشكل. عندي هون نوع السمك السلمون اللي غني بالأوميجا وكتير مفيد بجسمنا، حبيت اليوم هيك غير شوي
بدي احط هالحبات حبه السلمون بها فوق الخبز. راح ارجع اخذ قليل من الزيت اضيف فوق منها، راح اخذ قليل من الخردل بهالشكل، راح اخذ شويه من هون الخضار ان كان الحبه او الزعتر، واخر شيء راح اضيف فوق منهم شويه حامض وراح سكر انا هالسمك بهالشكل. راح ابرمها تاني ميله وراح اخذها واحطها بالفرن لحتى يتحمر معنا السمك. خلينا نباشر ونحضر السلطه الطيبه البحريني. اجمالا بالمطبخ البحريني بحضروا سلطه الجرجير وجزر. اكيد انا دائما عندي مكونات اضافيه لحتى اعطي جمال للطبق وحضرها على طريقتي. هون عندي تشكيله من الجرجير، راح اخذ الجزر، الجزر اللي قشرناها وبرشناها. شوفوا هالالوان شو حلوه، خاصه نحن خلطناها مع بعض واضفنا فوق منهم البروكولي. عندي هون حبات البروكولي اللي سلقناهم قبل وقت، عندي الشرائح من ملفوف الاحمر. خلينا نحط كل الجرجير لانه رح اقدمها بالصحن هيدي الشفاف حتى تشوفوها. كمان عندي هون حبات الحمص رح اضيفها، ورح اضيف فوق منهم الجبنه. اما هلا شو رايكم نحضر الصلصه لهالسلطه الطيبه؟ عندي هون الخردل راح اضيف فوق منهم عصير الليمون الحامض، راح اضيف فوق منهم الزيت الزيتون، راح اضيف منهم شويه رمان واخلط المزيج مع بعض مع اكيد رشه من الملح. راح اخذ كمان شرائح من الحامض هيك. صار عنا السلطة جاهزة، راح اخذها وحطها على طاولتنا. هلا حناخذ الوجبة الأساسية تنشوف السمكة بالعجين كيف صارت معنا. بتجنن اللون، شوفوا هاللون الحلو. عندي طبق الرز اللي جهزته قبل، راح اخذها حطها هون. ارجع اخذ بس ننتبه لانها سخنه كثير، فينا نقصها حتى تشوفوا. شوفوا هالالوان الحلوه السمك كيف صارت، نكهه طيبه وبتجنن. خلينا نحطها بهالشكل. حتى الزعتر حد منا كمان كاكاونا سمك هي بيعطي اللون هيك زينة حلوة حد منا. ناخد شوية الكاب القبار كل
كمان بنقدمها على طاولتنا. اما هلا رح نباشر حتى نشوف الوجبات الاساسيه اللي حضرناها هون، ان كان الهريس او ان كان المول. حابه اخذ شويه حبه بركه حتى اعطي لون اكثر للطبق، بنفس الوقت بيعطينا نكهه طيبه. بنحط شويه خضار بهالشكل هون، ناخذ طبقين ونقدمها على طاولتنا. هون كمان عنا قطعة صغيرة من مقبلات الباردة جهزتها، حب أقدمها. وآخر شي عنا هون كرات الشوكولا اللي جهزناها، حب أضيف فوق منها بس شوية صلصة شوكولا. صارت عنا الوجبة كاملة، إن كان من السلطة اللي حضرناها مع الخضار، حتى الوجبة الأساسية كانت كتير طيبة، سمك بالخبز، إن كان من الهريس أو إن كان من المول اللي حضرناها مع صلصة كتير طيبة، صلصة الطماطم، وحطينا معهم الأعشاب اللي فعلاً نستفيد منها وبيعطينا نكهة كتير مميزة مع الحامض. عنا هون مقبلات الباردة وعنا كرات الشوكولا. جايدين عنا بقلكم صحتين، بلاقيكم بكرة إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج قصة الطبق مع زرميك. رمضان كريم.